واجي وبسافر. رحت لها قلت خلنا نروح للديره ذي اللي اعرفها ولا قد جيتها. ايه واروح لها سنغافوره. سنغافوره يا ولد يا هديره يا هديره على صغرها بس يا هديره. ما رحت لها من الحين. انصحك اذا بتروح شرق اسيا. انا طلعت لها بعدين طلعت ماليزيا من سنغافوره ماليزيا لان قريبه هي اساسا. كانت سنغافوره اساسا كانت من ضمن مدينه من مدن ماليزيا. ايه لكنها انفصلت. بس طلعت يعني تعدت ماليزيا من ناحيه التطور من ناحيه العمران من ناحيه يعني في ذيك السنه اللي رحت لها انا في 2014 كانت اغلى مدينه في العالم. الغلاء اللي فيها شيء نظام العلك لو تاكل علك مخالفه. اوف إيه ما يبيعونه. يؤخذ الظاهر بوصفه طبيه. لا اي والله من الصيدليات. ما يباع عشان ما ياكلون الناس ويوسخون الارض. يا الله شوف كيف حلوا المشكله. حلوها بشكل جذري. قال ليش انا اقول للناس لا توسخون؟ لا 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 ما ابيع لك امنع لك. والله قانون عجيب. اي حتى بعد شعارات حاطينها وذا لك ممنوع اقسم غرامه وغير امور واجد يعني في ادق التفاصيل حاطين غرامات. عشان كذا الديرة نظيفة يا شيخ. أنا أجزم يا شيخ يمديك ترقد في الزفت تنوم من النظافة اللي عندك. تمشي فيها يا أخوي تعجب المباني. الفندق اللي سكنت فيه أنا أعتقد أنه يمكن أطول من أطول. لا مو بأطول والله إنك شوقتني أقسم من أطول الفنادق. شوف الفندق هذا ترى من الأسباب اللي خلاني أروح سنغافورة. الفندق هذا شوف الفندق هذا هو اللي جديد. إي والله إن جيت أنا أخذت فيها 3 أيام تقريبا يومين ونص. فندق كيف شكله؟ برجين فوقهم كذا زي السفينة. السفينة؟ مو سفينة بس كذا. اي كذا عرفت؟ يعني زي ما تقول برج وبرج وبرج كذا منسطح. عرفت؟ كذا طالع بارز من هنا بارز يعني خلينا نقول سفينة على شكل سفينة كذا. وهنا عمودين. هذا برج يعني زي ما تقول زي المملكة بس اثنين. اي وهذا فوقها. اللي فوق هذا السطح حقه إلا كامل حديد. سلام ورحمة الله يا بركاته. فوزان ممكن أطلب منك طلب؟ نبه. مسرحيتنا هلو عبارة عن مشهدين. المشهد الأول بعد ما ندخل بيشتغل بلاي باك مدة 35 ثانية. أبيكم تكفون أنت تأخذ معك 2-3 زين. تشيلون الأغراض اللي بالمشهد الأول وتحطون بدالها كنبتين. كنبة صغيرة وكنبة طويلة. طيب أبشر. تبشر بالجنة يا حبيبي. تكفى لا تنسى ضروري نحن متوهقين بالنقطة ذي. خلاص عطني إشارة وأنا أجي نتلقى. لا هو شوف أول شيء مثل المشهد. لا خلصنا بنطلع مع الباب كلنا أنا وطويرش نشيل الأغراض ذي ونحط. أيوة تشيلونها بس وتحطون كنبة صغيرة وكنبة طويلة. طيب على جابك الله. تدري ليش؟ ليش؟ لأن أبي أنا نفس الفكرة. أبشر بس سعيد. نبي نروح كأننا بنروح مغسلة اسمها مغسلة الزمن. إذا رحنا كلنا لمغسلة الزمن أبو الفكر يا أخي من وين تجيب أفكار ذي؟ يا رب ناخذ المركز الأول. تاخذونه دام هذه فيها مغسلة زمن. زين تشيلون الأغراض وتحطون كنبتين. خلاص تم. وكرسي يلا أبيض وجهي. وجهك أبيض. على الله توكلنا. خلاص درج هلا. وشو؟ في سالفة خاصة؟ لا. إيه هشوة كيف سالفة خاصة وتطلع للبث؟ خليني بدخل بس هيك أصبر. بسم الله. ترى بيحوس المجلس. لا أنت. والله. وأنت عارف. طيب أسولف معكم أنا هنا. طيب أسلم. المهم اقول لك اللي برجين اي البرج هي شكله كذا. تخيلت الشكل انت كذا. طبعا طويل الفندق مره يعني يمكن طول الفيصل كذا. اللي فوق هذه السطح هذا كله حديقه كلها كامله طبيعيه. ميه طبيعيه زارعين وذا حديقه كامله. حلو فيها مسبح. يا الله مسبح هذا كله على طول. هذا المسبح كيف؟ تخيل معي الشكل. انا اسبح في المسبح وجه تكي على حافة اللي فوق. عرفت شلون؟ عرفت اتكي على الحافة كذا تشوف سنغافورة كاملة. يا الله ابشر جيب لي موية حارة وسكر الحين اسوي لك. تدري انك انت انسان ما عندك سالفة. والله لا والله اني اسف ما عندك سالفة. والله شفت اول خلطة جديدة. جيب لي بس موية حارة بس. طيب جيب لي معك احسب حسابي موية حارة وكاسين وسكر. يعني ما دخلت بالسيكل تروح تدخل بحديانك؟ نظيفة اسلم. بقول لك تكي كذا تشوف سنغافورة كلها كامله. يا الله المسبح على حافة الجدار على مستوى الجدار. بعدين في بعد المسافه عاد مغطى كذا بقزاز. شوف كذا اسبح رايح جاي. القزاز اللي تحت هذا كله حق المسبح لو تغطس بعد تشوف.
يا الله فهذا يحمسني اروح طبعا من غير الفندق من داخل الفندق هذا وش فيه تحت الابراج الاثنين هذه كلها مولات كلها مول من اضخم المولات اللي مرت علي غير الغرف يا اخي طبعا الغرف ثلاث جدران الجدار الرابع وشو ايه قزاز ما في جدار قزاز كامل مقفل القزاز هذا وش يطلع عليه ايه على زي الخليج كذا مارينا عرفت المارينا اللي في دبي ايه نفسها بس كبيره كبير اللي كذا كلها ابراج وبحر يا كذا ابراج مقوسه كذا كامله حلو الفندق في نصها يعني على يمينه وعلى يساره الابراج ومقابله البحر لا جاء في الليل تناظر كذا مع القزازه هذه تفتح ستاره طبعا تمتع بريموت السرير مقابلها تنسدح تدق الزر بس تمتح ستاره تشوف الخليج كله قدامك والابراج مولع انواره في الليل هذا اذا غير الشروق اذا قمت شفت الشروق اقول لك تحمست انا اشوف الصور وانا اساسا متشوق لسنغافوره وشفت هذا قلت والله نروح له وش عاصمة سنغافوره؟ هي عاصمة الحالة سنغافوره صغير هي مره اي اقول لك جزء من ماليزيا مستقله اي سولف جاي سواليفكم بعدين زي ما فيها بعد شارع العرب زي مطاعم ايه بس مرتب شغل شارع العرب هذا اللي ممنوع العلك اكيد انه في شيء نظيف وكذا مرتب على الشارع هذا كله على رسمات عربيه لا رسومات وكذا فنانين مسوينها وفي شوارع داخل تمشي فيها على رجولك مزبطين الشوارع كذا تمشي وسط بيوت مباني كلها عليها رسمات يا اخي تدوخ بس انه مخالفه فيها سنغافوره مخالفه اقول لك شيء صار انت عارف عندهم اعوذ بالله من ابليس اللبان ما اللبان لو يطيح في الارض ما يباع اصلا عندهم كم المخالفه اللي اخذناها والله مبلغ موسى انت برامين اللبان في الارض اوه ماي جاد اصلا شفت في سنغافوره ما ينباع ما يباع لا يباع في الوصفة ايوه علم غير كذا انه شوف حكمتهم ليش علشان الله